وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة من عاصمة أذربيجان باكو الأهمية الكبرى التي يريها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد سعيد شندريحة أمس بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة آخر التحضير. كان ضمن 25 و27 الجوية حيث استمع سيد الفريق أول إلى عرض قدمه اللواء قائد القوات البرية المشرف العام على تنظيم المسابقة العسكرية الدولية تضمن شروحات وافية لمختلف الجوانب التنظيمية الخاصة بهذا الحدث الرياضي الهام. وبالمناسبة أسدى الفريق أول سعيد شنقريحة جملة من التوجيهات للجنة التنظيم تتعلق خصوصا بضرورة توفير كافة الوسائل البشرية والمادية والظروف الملائمة الكفيلة بإنجاح هذه التظاهرة الدولية. خصص مجمع سوناطراك غلافا ماليا قدره 11 مليار دولار ضمن مخططه الخماسي 2022-2026 لتطوير الصناعات البتروكيميائية والتكريرية حسبما كشف عنه مدير قسم الأساليب والعمليات لنشاط التكرير بالمجمع ميلود عمار. وخلال تدخله في حصة رهانات اقتصادية حول موضوع الصناعات البتروكيميائية والتكريرية في الجزائر استراتيجية جديدة لمجمع سوناطراك للنهوض بهذه الصناعات بثها التلفزيون الجزائري. أوضح سيد عمار أن هذه الميزانية المخصصة لإنجاز المشاريع المسطرة في البتروكيمياء والتكرير تندرج في إطار استراتيجية المجمع على مستوى السوق الوطنية وتوفير المواد الأولية البتروكيميائية للصناعة الجزائرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا للحد من الاستيراد. في رفورتاج النشرة وفي وقت تختار فيه العائلات شواطئ البحر للاستجمام خلال موسم الصيف تختار أحد وجهات مختلفة لقضاء أوقات ممتعة على غرار تلك التي تفضل حديقة الحامة بالعاصمة. ورفورتاج بنا والعرب. بعيدا عن زرقة البحر تنتظر الكثير من العائلات الجزائرية زوجها إلى حديقة التجارب الحامة التي تقوم الآلاف من واقفين عليهم. انا دوش كما نقولوا حاجه عجبتني حاجه دايده للبلاد هي اكبر حديقه في اثناء في عشي وفيها الشجر عاليه الدم الحيوانات حديقه هايله اللي هو في الدراري يريحوا يلعبوا في كلش حديقه الله يبارك. نحب بابا وماما تجيبوا لنا هنايا الحديقه وبالذات حاله وسيدي